هذه كوب كارو شريتها في الجوطية بثمن زهيد وحولتها الى منشار الطاولة، وراني داير واحد الفيديو على المراحل كيفاش صايبتها وكيفاش صايبت لها هاد الطبلة هادي هاد لا سيرفونت اللي تنستعملها داخل الورشة. راني تنديرها في القاع ديال الورشة، ومن حيث هذا راني دايرها متحركة تنخرجها للسطح تنخدم بها. الا كانت عندي احجام بحال هاد دابا اللي راني تنقطع هاد البلانش فيه 4 متر و20، من حيت تنكونو تنقطعو الخشب بالطول تنخدمو هاد الكيد اللي هو اصلي ديالها. ومن حيت تنبغيو نقطعو قطع اللي هي كتيرة شوية وباطوال اللي هي ثابتة، فتنخدمو هاد الشاريو وتنديرو هاد القطعة هادي اللي تتمكننا بالحفاظ على القياسات متساوية.